روحه والنفس منشرحه بالصوت والصوره في محتوى فرحه متعه مع فرحه والنفس منشرحه بالصوت والصوره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساكم الله بالخير وحياكم الله، يا مرحبا فيكم في برنامجكم الدله. يا هلا والله وغلا فيكم مع ابو عبد الرحمن. اليوم ان شاء الله راح نعيش ان شاء الله لحظات جميله مع برنامج الدله. برنامج الدله دائما يلتقي واياكم مع ضيوف متنوعين. العاده فضيوفنا يكونون تخصصهم واحد، احيانا يكونون منشدين، احيانا شعراء، احيانا اليوم حلقه اليوم بنشوف مجموعه من البنيات الصيرات في فرقه انشاديه جميله بنتعرف عليهم اكثر واكثر. ما شاء الله، يا حي الله ابو طارق. يا الله يحييك ويبيك ابو طارق. العاده المشاريب اللي عندك وش تقول اليوم؟ والله اليوم ان شاء الله راح نتحدث عن يعني مشروب يحبونه الجميع خاصه في فصل الربيع ابو عبد الرحمن. وهو البابونج. البابونج طبعا البابونج هو مدببة الراس، تنبت في الربيع، يحبونها الناس ولها فوائد. طبعا المعروف عن البابونج انه يسكن، يقولون الالتهابات، مفيد للصدر، صحيح. رائحته جميله وجيده كذلك. يا مال غنات، وش بعد في البابونج؟ طبعا يسكن التهاب الجهاز الهضمي والسعال كذلك. وايضا اي واحد انا اعرف يعني اللي عندهم صدر او ربو يشربون. قلتها ان حبته الصفرة هذه مفيده لشيء، نعم. اللي هو الجفن اللي فيها يعني يمسحون مسحة عليها تخفف الورم اللي فيه، التورم اللي فيه. نعم. يقول كذلك في البابونج انه منشط جيد للكلى. اكيد. نعم. وايضا سبحان الله العظيم مسكن للحراره. مسكن للحراره البابونج. ما شاء الله. البابونج احيانا بعض الناس يستخدمه اذا بغى ان الحشرات خصوصا اعزك الله يقولون الضواطير وبعض الهوام والدواب اللي في البيت. نعم. يحط في كيس. بعض الناس يحطه في شيء بسيط يعني زي شراب القديم ما يجي يغسله وينظفه ثم يعلقه. هو يابس يعني. هو يابس. ايوه. البابونج نفس الشيء ممكن انه ينشرب، صار الان زي الاكياس اللي معها احسن هذا زي اللبتون وغيره. فممكن سهل انه يستخدم. جدا استخدامه سهل جدا، مويه مغلي وتحط معه سكر شوي وتحط البابونج. بعض الناس يقولون العسل يكونون افضل واحسن ما دام انه قلنا مشروب انه مشروب صحي وعافي. ما في شك، لا العسل عاد ما يحتاج. وايد اللي يسوونه مع الحليب ومع الامور هذه، والعسل يعني استخدامه مع الامور هذه احلى شيء باذن الله. اذا ناخذ وياكم فاصل، نرجع وياكم ونشوف حلقه اليوم والابداعات من البنيات الصغيرات. بسم الله، فاصل ونواصل. يا هلا. نقول حياكم الله ورجعنا لكم بعد الفاصل. اليوم حلقتنا ما شاء الله متنوعة بالمواهب، خلنا نقول الصغار بأعمارهم والكبار ما شاء الله بمواهبهم. معنا مجموعة من البنيات نتعرف عليهم. الأولى ريم الخليل، كيف حالك يا ريم؟ الحمد لله. خلينا ناخذ الميكروفون معك. ريم وين تدرسين، في أي مدرسة؟ مدرسة 225. كيف بديتوا بالنشيد وبالشعر؟ انه بدينا انه احنا يعني كنا شاطرات وجريئات وكذا، يعني انه بدينا نتفاعل مع الوضع كذا. ممتاز، يا سلام يا سلام. رغد عبد الله، رغد عبد الله ما شاء الله تبارك. في اي سنه تدرسين يا رغد؟ خامس ابتدائي. انتم مشرفتكم والمديره القديره يعطيها العافيه الاستاذه فوزيه الشبانه، وكذلك الاستاذه حليمه السميري، وكذلك ساره الشهوان، بيض الله وجيههم ويعطيهم العافيه على هالتدريب. شاركتوا في كم مهرجان وفي كم ملتقى؟ شاركتوا في الجنادرية؟ ايه. وش شاركتوا بعد فيه؟ شاركنا بيوم الوطني. ممتاز. كم تجلسين من يوم عشان تحفظين النشيدة زي اللي من شوي؟ يوم، يومين، اسبوع؟ يعني 3 ايام. وتحفظين على طول؟ ايه. يا سلام يا سلام يا سلام. مع الايام احفظها. مع الايام تحفظينها، ما شاء الله. طيب ريما سميري، خلينا ناخذ نشوف ريما. كيف حالك يا ريما؟ طيبة. طيبة، أي سنة تدرسين؟ ثاني ابتدائي. يا سلام. وش النشيد اللي دائما تحبينه وترددينه وبتقدمينه لنا اليوم؟
يحفظك ربي. يحفظ، خلينا نسمع يلا يا امي. يحفظك ربي يا بلادي ويرعاك، ودي معز فيه رخاء وسعادة، فعلك رفع اسمك وعدك وعلاك، ومن طيب فعلك تنت الزيادة. يا سلام، يا حيوها حيوها حيو، ما شاء الله ما شاء الله. انت صغيرة مرة وشو تحفظين عادي، ما تتعبين من الحفظ والتدريب ابدا، تنبسطين مع الاناشيد. يا سلام يا سلام. ريف الوهيب، كيف حالك يا ريف؟ ريف وش تتمنين يعني بكرة في المستقبل تصيرين اذا دخلت الجامعة ان شاء الله؟ ان شاء الله اكون طبيبة. طبيبة، ما شاء الله ما شاء الله. ترفعين الصوت شوي، تكونين ايش؟ طبيبة. طبيبة اي تخصص؟ الطفل. طفل. يا سلام. تحبين الاطفال، بتدقينهم ابره بقوه ولا بشوي شوي؟ لا شوي 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 شوي. الله يوفقنا وياكم ويستر اموركم. خلينا ناخذ الميكروفون لرزان السميري. حياك الله يا رزان. تدرسين في اي سنه يا رزان؟ سادس ابتدائي. اي، وش تحبين شيء، وش احسن شيء في الدنيا تحبينه؟ الابتسامه. الابتسامه، يا سلام يا سلام. مدرسه ما شاء الله ما شاء الله، تستاهل ما شاء الله ما شاء الله. حياكم الله. إنه طبعا مكاننا بوردن شوي، فبعضهم لبس يعني عندهم زنجبيل يا ابو زنجبيل والشاهي ان شاء الله جايه هالحين ابو عبد الرحمن. طيب اذا خلونا ناخذ كذلك اثنين من الاساتذه، ومعنا نشرف بسعاده الدكتور عبد اللطيف العبد اللطيف، دكتور في وزاره الصحه. حياك الله دكتور. سهلا الله يسلمك. كيف حالك ابو عبد الله؟ الله يطول عمرك ويسلمك. وش رايك في الصيدين؟ ما شاء الله عليهم، الله يخليهم لاهلهم ان شاء الله. منطلقين ما يحتاج، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليهم. كذلك معنا اخونا وحبيبنا الاستاذ عبد الله السلمي، هو قائد فرقه نجوم المرح. حياك الله استاذ الله يعطيك العافيه عبد الرحمن، الله يحييك. سعدنا بك، الله يحييك. وجودك الله يعطيك العافيه. يعني من نفس التخصص ونفس اهتمامك. ما يحتاج، نفس المجال. الله يوفق. كذلك معنا احد المبدعين، اخونا وحبيبنا الاستاذ عبد الله العبد اللطيف. حياك الله عبد الله. طيب ومرتاح؟ بردان ولا الجو زين؟ لا الجو زين. الجو زين ما شاء الله. كذلك معنا احد المبدعين حبيبنا فيصل الجريبة. حياك الله فيصل. حياك الله. طيب ومرتاح؟ اي. الميكروفون معك ولا معك ميكروفون هنا؟ الحمد لله. زين الحمد لله. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. دكتور خلنا نبدا ب، لو قلنا يعني اهم شيء هالاطفال، يعني نشوف هالجيل الجديد ما شاء الله عنده قدره في التعبير، عنده قدره في الكلام، عنده قدره في الطرح. وش اهم شيء لهالطفل بحكم انك اب وحكم انك كذلك طبيب؟ يعني وش تنصح الاولياء الامور به؟ كيف يتعاملون معه في نومه في اكله في؟ اعتقد ان في ثلاثه اشياء رئيسيه بالنسبه للطفل، يعني اللي هي اول شيء التغذيه الجيده. حلو. بالنسبه لتغذيه الطفل لا تحتوي على المكونات الاساسيه للغذاء اللي طبعا اعتقد ما في احد يجهلها، يعني اللي هي مثلا البروتين والنشويات والماء. طبعا مهم، في ناس كثير يهملون اطفالهم من ناحيه شرب المياه. جميل. بينما هو هذا شيء ضروري. الشيء الآخر الفيتامينات أيضا الموجودة طبعا في الخضار وفي الفواكه اللي تحتوي أيضا على الفيتامينات والأملاح. أكثر عيالنا طال عمرك مو بيفطرون، وتلقى الأم تتغلب، وشلون تقدر توكله؟ وش الطريقة؟ شلون نحتال عليهم؟ أعتقد فيه أكثر من طريقة بالنسبة لهذه. أول شيء أن الواحد يبحث عن الشيء اللي الطفل يحبه وينفع، يعني بحيث ان الواحد مثلا يخليها زي اللعبه مع الطفل او شيء زي كذا. انت وش تبغى تفطر مثلا بكره؟ يعني وش تفطر؟ ممكن يختاره هو ولا لا؟ بحيث ان الطفل يختار، بحيث ان لما يجي بكره ما يقول والله انا يعني شيء هذا ما ابيه ولا لا، وانما يكون امام نوع من المسؤوليه انه هو اللي يختار النوعيه هذه، بحيث انه يكون له اكثر من خيار. جميل. خيارات كلها تنفع، ما يكون فيها شيء ضرر طبعا. جميل. كويس من الفطور يكون شيء مفيد وخفيف، ما يكون ثقيل طبعا الصباح. جميل. وبهالشكل يعني، بحيث ان الطفل مع الوقت اكتسبها كعاده يعني. ممتاز. بحيث انه لو ما افطر ويشجع عليها ولا لا؟ ويشجع عليها طبعا على كل حال، بحيث انه بعدين يصير لو ما افطر يحس كانه ناقص شيء يعني. جميل. بس الفطور عنده شيء ضروري. جميل. وهذا اعتقد انه الشيء مهم. في ناحيه اخرى يمكن كثير من الاهل يهملونها، وهي في مشكله عند نسبه كبيره يبدو لي من السعوديين، اللي هي نقص فيتامين د. نعم. بالرغم من الشمس عندنا احنا على مدار السنة يعني، بس احنا ما عدنا قاعد في الشمس ابدا. فاعتقد يجب على الاهل يعني اول شيء، حتى الكبار يعني ايضا. نعم. اللي هو محاولة التعرض لاشعة الشمس كلها ما تتجاوز 10 دقائق او 15 دقيقة. جميل.
في اليوم، حتى يمكن لو الواحد استغل أشهر الشتاء فقط يعني قد تكون كافية. عذني لو قال الصيف حر ولا شيء، من 10 دقائق لربع ساعة يعني. إذا خدت كشف يدينا مثلا جزء من سيجانة وعشر دقائق يلعب في الحوش ولا شيء كافية يعني. بنرجع لك طال عمرك، بس إننا بناخذ شيخ عبد الله، نبيك تقرأ لنا شيء من القرآن، وش رأيك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، حيو 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 شيخ عبد الله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. انت في التحفيظ يا عبد الله، تروح للتحفيظ يعني؟ يعني ما شاء الله. تسمع دائما المقرئين، من اللي تسمع له دائما تحب انك تسمع صوته؟ استيس او الشريم يعني أو ناصر القطامي ولا كلهم؟ لا يعني ما كنت أعرف أرتل، فشفت يعني ما وجبت لي أستاذ، صرت يعني أحاول أقلدة لما وصلت للدرجة. ممتاز ممتاز. وش اسم الأستاذ هذا؟ ما علمني، ما أحب أسكر. ما شاء الله ما شاء الله، بيض الله وجهك أنت وأستاذك ما شاء الله. عبد الله، أنت فرقتكم كم لها من سنة؟ وش تهتمون به أنتم؟ أنا طبعا مؤسسة. نعم، مؤسسة نجوم مرح، تنظم حفلات ومناسبات، وعندنا فريقين طبعا، فريق قسم رجالي فريق نسائي كذلك يقدم للنساء. جميل. وعندنا فرقة الليل، فرقة استعراضية للنشيد. حلو. زي البنيات هذول ما شاء الله المبدعات، ما شاء الله عليهم، كل واحدة أحسن من الثاني ما شاء الله تبارك الله، مبدعين يعني، في تنافس ما شاء الله، في تنافس جميل. طبعا كذلك عندنا اللي هو إدارة أعمال بعض الإعلاميين والنجوم، سواء الصغار اللي في مثل أسنانهم. جميل. أو من الشباب الإعلاميين الكبار. كيف تختارونهم؟ يعني كيف تعرف الآن الأستاذة فوزية هي اللي طلعت البنيات والمعلمتين؟ اي نعم، يعطيهم العافية اللي معنا. لكن أنت شلون تعرف؟ طبعا من خلال المدرسة، أنا طبعا معلم. نعم. واضح، وأقتنص أشوف الطلاب اللي ما شاء الله عليهم مبدعين موهوبين. يعني عبد الله معنا. اي نعم. وفيصل ان شاء الله بعد ما يحتاج ما يحتاج ان شاء الله. اي نعم، سجل اسمك بس. نعم. وكذلك عن طريق لما نقدم على المسرح او على الستيج في برنامج او في حفل يشاركون، نفتح مجال المواهب البنوتات وكذلك الاولاد. نعم. سواء الكبار او كذلك الاولاد اللي هم الصغار، فطبعا من خلال ما يقدمونه نكتشف يعني المواهب سواء. هل الاهالي يتعاونون معكم؟ جدا يعني. الان الدكتور عبد اللطيف بيض الله وجهه قال يعني المفروض ان الاهالي يهتمون شوي في قضيه يعني الاهتمام اكثر من قضيه شرب المويه، فعلا صغيرين عندنا ما يشربون. من يشرب منكم مويه في اليوم؟ كم تشربين من كاس؟ اخذ الميكروفون معك، قاروره كبيره حقت المنهله الكبيره. يعني كم؟ مثلا 10 كاسات في اليوم. يا شيخ 10؟ عشرة؟ دعوة. إيش دعوة؟ هو المفروض كم؟ أخاف كاس صغير أنتي. كاس كاس ولا بيالة صغيرة؟ ما شاء الله. هو المفروض يبدو 6 كيسان ولا لا؟ هو يعني في فروق ما بين الصيف والشتاء طبعاً. على أساس تعرف في الصيف إن الإنسان يعرق أكثر، وهذا يحتاج شرب سوائل أكثر. صح. ما في نسبة معينة يعني بالنسبة للأطفال، نص لتر لتر لربع يعني كافية في اليوم. ممتاز. كويس. لا، في نقطة مهمة يبقى الأهل يمكن اللي بعدين يعاتبوني عليها ولا شيء، ألا وهي قضية أن الأطفال الصغار برا بعد الساعة 8 في الليل أو قصدي قبل النوم بساعتين يعني ما يعطونهم موية ولا شيء، على أساس لسببين. أول شيء أنه ما يصير عندهم التبول اللا إرادي. جميل. من النوم، والشيء الآخر عشان ما يضطرون يقومون من النوم. يا سلام يا سلام يا سلام. بس أثناء النهار بالذات لحضورهم أوقات اللعب يعني، وهم جميل. يلعبون ويركضون يحرصون عليهم بالسوائل بشكل عام. شيء أبو عبد الرحمن قطع الوالدك في قضية عقلية الموية الأملاح. الآن نشوف بعض الناس اللي ما يشربون موية تجيهم أملاح وتسبب لهم حصوة في الكلى. نعم، هذه بدأت عند الأطفال. أنا عندي بنت الصغيرة الجوري جاتها بسبب الاملاح، لانها ما تشرب مويه كثير. فعلا قضيه شرب المويه مهمه جدا يعني. الان عندنا واحده من بنياتها تقول انا اشرب حدود 8 إلى 10 كيسان. رغد، وش كم تشربين في كاس من اليوم؟ 7.
ما شاء الله عليكم ما شاء الله الله يحلف علينا. كم تشرب عبد الرحمن انت؟ والله مجلس سكنا اثنين انا بالكثير. عسل شاي. ريما كم تشربين في كاس ريم كم تشربين في اليوم من كاس مويه؟ 5 و6. ما شاء الله. ورهف؟ انا 8 كيسات في اليوم. 8 كيسات؟ ايه. ما شاء الله تبارك. قولوا ما شاء الله يا جماعه الخير. طيب هو مفيد حتى يبدو للصحة بشكل عام. وصدقت أنا في واحد من زملائنا سبحان الله ولده أصبح الصبح ما صار يمشي سبحان الله. يقول رحنا للإسعاف جلسنا وش في ولدنا سلامات وش صاير له. جلسوا ما يقارب من الصباح إلى الساعة تقريبا العصر وهم تحاليل ودنيا. آخر شيء طلع الدكتور قال كم يصب؟ يسأل الأبوه تسأل الأم قالوا ما أدري يعني يصب نص كاس كاس. قال لا المشكلة اللي عند ولدكم إنه ما يشرب مويه. يا الله. قال يا شيخ ما يمشي الولد. قال ما يشرب مويه. بدأهم وياهم ويانا الحمد لله تجاوز هالشيء. أنتوا قدمتوا أوبريت زين؟ قدمتوا أوبريت والأوبريت هذا يعني نال على إحسان يعني كثير من الناس. فنسمعه اللي هو ظهر بالعقل أو شيء. بالعقل نصنع معرفة. بالحب حذفني هالوطن والعلم والله تكتبه أجيالنا عبر الزمن بالعقل ما معرفة بالحب حذفني هالوطن والعلم والله نكتبه أجيالنا عبر الزمن بالعقل نصنع معرفة بالحب حذفني هالوطن والعلم والله نكتبه أجيالنا عبر الزمن المدب لاحنا المعمل وسراجنا هدي الرسم انتو لنا خير وأمل في دعمكم نبني أقوى سلاحنا المعمل وسراجنا هدي الرسم انتو لنا خير وأمل في دعمكم نبني عقول انتو لنا هروء أمل في دعمكم نبني عقول نصنع معرفة في الحب نبني هالوطن والعلم والله نكتبه أجيالنا عبر الزمن بالعقل نصنع معرفة في الحب نبني هالوطن المدرسة تعني لنا كيان يعطيناهما هي عزنا هي فخرنا محابنا قليل قيمة المدرسة تعني لنا كيان يعطيناهما هي عزنا هي فخرنا محابنا قليل قيمة هي عزنا هي فخرنا محابنا قليل قيمة مملكتنا الغالية نقراك في كل السطر تبقيني دايم عالية بين الغلا نهديكي يا مملكتنا الغالية نقراك في كل السطر تبقيني دايم عالية بين الغلا نهديكي بين الغلا نهديكي. يا سلام يا سلام ما شاء الله ما شاء الله حيكم ما شاء الله. أنتوا قدمتوا يحفظك ربي ولا لا؟ من اللي بقى؟ أيوة خلينا نتعرف عليك بنيتنا ريف ولا لا؟ رزان. رزان انت اذا كبرتي ان شاء الله وش تمنين تكونين؟ طبيبة. طبيبة اي تخصص؟ اسنان. اسنان يا سلام. كم في اليوم تفرشين اسنانك؟ يعني بعد الغداء. ارفع خلي الميكروفون معك يا امي. يعني بعد الاكل. حلو. وفي الصباح. ممتاز. يا سلام. والموية سؤالنا اللي قبل كم تشربين في اليوم؟ يعني مرة. طيب حاولي تكثرين شوي. اليوم معنا الدكتور عبد اللطيف فيقول احرصوا انكم تتعرضون للشمس زين وانتم تلعبون زين وتشربون يعني لا تنسون الموية بس وتحرصون على الفطور. كلكم تفطرون؟ إيه. تاكلون جبن؟ إيه. وبيض؟ إيه. وفول؟ إيه. كورفلكس؟ طيب طيب واحد يبي يقول كورفلكس قال كروكس ما عرف ينطقه اي فوركلكس اي لكن روكس يضيع. تفضل يا ابو يلا. يحفظ ربي يا بلادي ويراك ويديم عزك في رخاء وسعاده فعلك رفع اسمك وعزك
قلب الشعب دم زيادة تبين ليش الله ما يستوى طال لأنك حفظت ديننا والعبادة لأنك حفظت ديننا والعبادة. ما شاء الله حيوها حيوها حيوها. بنرجع لفيصل. فيصل انت عندك شعر ولا لا؟ ممكن نسمع شيء من شعرك من الشعر اللي حفظته؟ ظن دام عزك شامخ والدين تيره ما رضينا غير ارضك نسكن ونحسك ثراها يا السعودي بس اسمك لامع في كل ديره والله ان تاج اكبر من على هامه سناها شعب ودستور أمة تتوي من فيض خيره لا عدلنا من حكمنا ولا نسينا من بناها اي احبك يا بلادي دون شك بدون حيره كل عرق لا نشته قال ينبض من غلاها يحفظك رب الكريم من صواديف اسير دام ابو متعب يقودك سير ودروب كثير. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نرجع للدكتور دكتور عبد اللطيف. النوم احيانا الصغيرين الإجازات يواصلون إلى 11 إلى 12 إلى 1 وش الرأي في النوم؟ المفروض ينوم كم الطفل؟ بالنسبة للطفل كل ما كان الطفل أصغر سنا كل ما احتاج العدد ساعات نوم أكثر يعني. ستشوف مثلا المواليد الجدد أو شيء زي كذا بعض الأحيان أكثر من 20 ساعة في اليوم يقوم يرضع وينام مرة ثانية. سبحان الله. كل ما تقدم في السن كل ما قلت عدد الاحتياج بالنسبة للساعات. طبعا نوم الليل ما حد يختلف عليه انه يعني مهم وشيء جيد كل ما كان الطفل ينام مبكر بيكون بالنسبه له احسن. طبعا بالنسبه للاجازات اختلف الوضع يعني لانه كمان الاطفال لازم شوي يجارون اهاليهم يعني ممتاز في الجلسه وهذا بس انه الحرص على النوم او تعويدهم على النوم في وقت مبكر قدر الامكان جميل. هو الافضل صراحه جميل. لانه في بعض الـ 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 الاشياء في الجسم مثلا بعض الهرمونات وبعض هذه لها اوقات وتفرز في الليل اكثر من النهار يعني جميل. وتفرز في أوقات الهدوء والراحة أكثر من أوقات النشاط فضروري النوم مبكرين يعني قدر الإمكان في سنهم نقول يعني ما يقل عن 8 ساعات ما يقل عن 8 ساعات أقل شيء حتى الصغار من يحتاجون لتسع ساعات جميل. يعني. فالحرص مثلا عليهم أنهم ينامون بسرعة مبكر قدر الإمكان اللي يقيلون في بعض الناس يقولوا ولدي ينوم مثلا 10-11 وحكم أنه يقوم من الفجر ما شاء الله هل يقيل زين صغير له يقيلون التعب لانه يكون مرهق مرهق من بعد العصر شوي هذا من التعب والارهاق يعني بس بشكل عام يعني اعتقد انا ان الشعوب اللي تعيش في الجزء الحار من الكره الارضيه هي اللي وقت القيلوله هذا عندها يكون النشاط اقل لانه بحكم الشمس والحر ولا مثل عندنا يعني مثل ما عندنا فتلقاهم ينامون يعني جميل جميل شوي بس جميل لان معنا ما شاء الله وقطع كلامك معنا ابو طارق وهو ما شاء الله مسؤول عن مدرسه ابتدائي أيه. خلينا ندخل في الحديث ابو طارق وش هالصغيرين يعني مواهبهم هل ظنك انها تبرز بشكل كبير في ثالث في رابع في خامس ابتدائي؟ والله ابو عبد الرحمن مثل ما تفضلته يعني الموهبه من رب العالمين. انا عندي طالب موهوب في اول ابتدائي حافظ القران كامل ما شاء الله حافظ القران ما شاء الله. طبعا هو من الاخوه العرب يعني فسبحان الله العظيم واحد باللقاء ايضا في ثاني ابتدائي واكثر يعني يعني اللي نشوف يعني مواهبهم تبرز من ثالث فما فوق يعني تبرز المواهب من ثالث والمدرسه لها دور يعني حقيقي يقول لا ينجح التعليم دون نشاط سليم يعني البعض يخلي يهمش دور الانشطه المدرسيه ودور الموهوب وحقيقه يعني هذا هو قتل للموهبه نفسها جميل. فأنا أقول يعني يعني ان الموهبه من البدايه موجوده ولكن انت المدرس لك دور في اكتشاف الموهبه يعني الحين الأخوات ما شاء الله والبناتنا أكيد يا بنت ذكرا من المدرسة لاكتشاف بأي صف مثلا كشفت موهبك يا مثلا أي واحدة تجاوب أنت بأي صف مثلا عندك موهبة تفضلي أيوة أختار الميكروفون أي. متى كشفت متى بديت حسيت أن عندك الموهبة هذه من يوم أنا في صف ثالث ما شاء الله. طيب يسمعون رزان بتقول لنا يا أمي يا نبع الحنان تفضلي يا رزان. يما يا نبع الحنان يا أثر الروح المكان الغلا باقي زمان وانت يلا من العيون اي مشتاق الغلاك والغلا قلبي عطاك اي يما من سواك لابد غيرك يمون شافت
ولا بد غيرك يمون. يا سلام يا سلام. رغد عندها يا شمس. شمس يلا. يا شمس الأكوان ابتسمي واقتربي منك في اقترب لولاي بكي وولاي بكي لولاي عضوى أشوف. يا شمس لا تدري ما اسمي لا تدري من أين طموحي تتعجب من عضوى الخير المشرق في داخل روحي. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 لا. يا أنا مسلمة وموحدة وموحدة أنا بنت الندوة يا أمي. يا سلام يا سلام يا سلام ما شاء الله. إذا ناخذ وياكم فاصل ونرجع مع ضيوفنا المبدعين. فاصل ونواصل. برنامج الدلة وأنا سوف ألم الحالة كلها تسعى شموخ أدويها ألحان لبلادي أسعد أن أحصيها ملك شعبي وطني ما أحلى معانيها بطولات وعزاء لا قوة تثنيها بلادي أفخر أنا فيها أسعى لأوليها وأموت لأبقيها بلادي هي نبراس حياتي بالروح سأفديها بطولات وعزاء لا قوة تثنيها بحروف ابتسمت بجواهر تعنيها مملكة سعودية عربية أراضيها سين ساد الدنيا من ظلماء تقيها عين عبد الله صقر العروبة وليها وام ولي العهد سلمان راعيها دال دوما للأفق سمت على كل أراضيها أها هبة المولى حرمين تعليها كلمات كلمات بجموخ أدويها ألحان لبلادي أسعد أن أشتيها. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نرجع لك نسال عبد الله، أكيد صار لكم مواقف مع التدريب في أثناء الحفلات في المهرجانات، تذكر لنا شيء يعني؟ والله فيه موقف مواقف لا تنسى من صار في احد المولات. يعني مرت المرات طلعت احد البنات الصغيرين وشاركت بمشاركه وبعدها اعطيتها، طبعا هي لا طلعت وهي تشارك فاعطيتها هديه وفرحت فرح عظيم جدا. بعد فتره سبحان الله والدها تواصل معنا قال الله يعطيكم العافيه، تدرين هذه البنت كانت من قبل دائما لوحدها، يعني ما تشارك اخوانها واخواتها الفرح وناس ما هي اجتماعيه. يقول من خلال هذا الموقف انك لما اهديتها سبحان الله وانك فتحت لها مجال المشاركه اثر في نفسها وبدات تحب المشاركه وحبت احبتك انت استاذ عبد الله في قضيه انك انت تنمي المواهب وغيرها، فظل لها كان لها اثر كبير هذه الهديه واحنا نمينا موهبتها من خلال ما طلعت في المسرح. جميل، هي رساله يعني كثير من الفرق الترفيهيه للاطفال للأسف أحيانا طلعت بعض الفرق المحدودة جدا وهي قليلة غير متخصصة، يعني مجموعة من الشباب اشتهروا ونعرفوا في بعض القنوات بعض البرامج كل جاب له دميتين ثلاث دمى وبدأ وهو اشتغل. لابد قضية لابد يعني قضية التخصص، قضية يعني احترام للطفل، تشجيعه حتى لو قدم شغلة ممكن أنت حين تشجعته ممكن تدمرها انك ما عبرتها ما يعني صح اي شيء للطفل. نعم. المفروض انه يكبر ويعزز، ولذلك نشكر مديره المدرسه يعطيها العافيه الاستاذه فوزيه الشبانه يعني بتشجيعهم ودعمهم ويعني الى اخره. ونفس الشيء عبد الله وفيصل اكيد ان وراهم مدرسين، يعني في عبد الله جزاه الله خير كان يقول انا ما كنت اركز مع مثلا المقرئين وكانت قراءتي شوي لكن مدرس شجعني وقراءته من ابدع ما يكون. قضيه الشيخ عبد الله مبسوط عبد الله بس ولا بارد محلنا؟ لا عادي بيض الله وجهك الله يجبر بخاطرك.
طيب فيصل مستانس؟ إيه. ودك تشارك مع أستاذ عبد الله في فرقته؟ عندهم مهرجين، عندهم دمى، عندهم شخصيات كرتونية. تحب لو عرضوا عليك ممكن تشارك معهم؟ إيه. ممتاز ما شاء الله عليك. يستاهل والله كل خير. خلص. أقول لك يعني قضية التجديد والإبداع في الطرح اللي يطرح الإنسان، يعني الناس ترى عندهم عقول يعني يقيمون الشيء اللي يقدم، بالإضافة كذلك تكون فيه رسالة هادفة يعني يمزج معها قضية الترفيه وناسة والضحك، ولكن ما يمنع في رسالة واضحة وقيمة تربوية يعني تطرح للحضور واحترام العقول كذلك. جميل. وتفريق الفقرات يعني شيء للكبار شيء للصغار يكون منوع. وانت عبد الرحمن ما شاء الله عليك ما الله يبارك فيك. دكتور عبد اللطيف، الطفل احيانا الام والابوي يعني يحتارون مثلا في مواهبهم، احيانا اذا راحوا يشترون في محل العاب كل واحد منهم يصر الا يشتري هالشغله المعينه، مع ان قد يكون تخصصك طبي بس انه عاد بنقحمك في الامور النفسيه فتحملنا. انت رايك انه يشجع ما يكسر في خاطره ولا بحدود، او يتفق هو وياه قبل لا يروحون للمتجر هذا انه مثلا لك المبلغ الفلاني اشتر فيه؟ خلينا نقول تجربتك ليس مثل مجال نفسي او شيء. والله شوف، من ناحيه المبلغ او هذا، تقدير الاطفال للاشياء الماديه يختلف من طفل لطفل، يختلف حسب العمر. جميل. بعض الاطفال الصغار مره ما يعرفوا القيم الماديه للاشياء من ناحيه الفلوس ومن الفلوس، هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه الواحد دائما يحاول عمليه الاقناع بالنسبه للطفل، يعني تحاول تقنع قدر المستطاع يعني وش اللي ممكن ياخذ وش اللي ما ياخذ. والعمليه ابدا مين سهله يعني، علشان بشكل معين تشوف بيوتنا مليانه من العاب الاطفال اللي ما يلعبون، يروحون يختارونها مره ويجي البيت يلعبها نص ساعه ويدعها. والمشكله احيانا هي نفسها يعني كوره رشاش رشاش، هذا هو اللي سهله ابدا يعني. بس انا اوصي اولياء الامور بشكل عام يعني انكم كونوا قريبين من اولادكم، كونوا لهم اصدقاء. يا سلام. اكثر مما تمارسون عليهم سلطه الوالدين. يعني. جميل جميل. فكل ما كنتوا قريبين منهم وكنتوا تمثلون أصدقاء لهم، كل ما هم أيضا اقتربوا منكم أكثر وصاروا يبثون لكم كل شجونهم وكل ما عندهم وكل ما يحبون وما لا يحبون. يا سلام يا سلام. مع الوقت أيضا بتشوف أنك أنت بتكتشف مواهب عيالك شوي شوي مع الوقت، لما تقضي معهم وقت أطول تطلع أنت وياهم وتروح أنت وياهم وتجي. أحيانا وكلامك على متمة أنت يعني، أنا سؤالي من شوي أحيانا بعض وأنا جربته مع عيالي، أقول مثلا لك 50 ريال أدخل في المحل هذا، يبدأ هو يكاسر واحيانا يقول لي يكفي اشتري لعبه والباقي ما بيه، يعني يصير يعرف القرش وين فيه. فهي جيده التدريب له. ان احيانا كنا في برامج مع بعض الشركات الضخمه الكبيره، رحنا لماليزيا ورحنا لليابان ورحنا سلمك الله لبريطانيا والاردن، فنعطي الشاب ميزانيه معينه ونعطيه دفتر شيكات، ويعني هي رحلات خاصه وفعلا تنمي فيها موهبه مي بسهله فيهم، خلي يعرف قيمة الأشياء المادية. أنا بأخذ كل بنت الآن بنأخذ معها والميكروفون، عطي أول واحدة. أنت وش تتمنين؟ وش أجمل هدية جتك في حياتك؟ وش هي؟ خلي الميكروفون عندك أمي. أي شيء. يعني هدية حسيت إنها أجمل شيء، أو تحبين الناس يهدونك إيش؟ القريبين منك أو لو نجحتي؟ كل واحدة تفكر الحين في نفس السؤال. ها. خلي الميكروفون. بعد أي شيء يعني جهاز. تحبين الأجهزة؟ ها؟ جميل ممتاز. وقلتي تتمني لي كبرتي تصيرين إيش؟ طبيبة؟ طبيبة. طبيبة إيش؟ أسنان. أسنان. يا سلام يا سلام. ناخذ الميكروفون للثانية. ها. وش أحسن هدية؟ أجمل هدية هدية من أمي وردة. ورد؟ يا سلام يا سلام يا سلام. وش تتمنين تكونين؟ طبيبة. طبيب أي تخصص؟ طبيبة أطفال. يا سلام. أنا يعجبني اللي عنده من الآن محدد وش وده يصير. ترى السؤال بيجيكم الشباب العادة دائما، طيب خلاص يا شوي بنجيك في الدور يعني فريبة تفلسف قطع علي. ما شاء الله يا عبد الله ما شاء الله تبارك الله. انت ما شاركتي من شوي، عطينا مشاركتك. انا النخلة، انا السيفين، مليكي خادم البيتين، انا نبضة سلام وحب وشوكة عين حسادي، يا سائليني عن بلادي وعن تاريخي وأجدادي، أنا بكل فخر سجل سعودي وهذه أمجادي، سعودي وهذه أمجادي. يا سلام ما شاء الله. القمر القمر ها اللي في ثاني ابتدائي، أحسن هدية جتك وش هي؟ ساعة. ساعة يا سلام. وإذا كبرتي وش ودك تصيرين قلتي؟ أبغى أصير كفيرة.
كفيرة. يا سلام يا سلام. قص شعر مع مناكير بكم تاخذين عليه؟ ها رخيص كم؟ بجيب بنت الجهرة لك. ها كم تاخذين عليه؟ بعشر ريال. الله يعجل بمشكلتك ان شاء الله. قولوا امين. تاخذ عشرة. عشرة هذا ممتاز. هذه ما تحتاج لا واسطة ولا شيء. اعطيني عنوان في الانستغرام. واللي صارت الوحدة بتعرس شعرها كم بتزينينها به؟ بكم؟ 100 ريال. لا 100 شوية. خذي 1000 2000 هذه مقرشة وجايها مهر وجايها. أنت بتخسرين كذا. ورات محل ورات. قولي 1000 1000 زين. ألف 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 قروش الناس فاضية. خلنا نشوف رغد. رغد أحسن هدية جتك وش هي؟ أن تكون قرآن وكذا. ما شاء الله ما شاء الله. الله يوفقنا وياك. طيب وش تتمنين تكونين في المستقبل يا أمي؟ معلمة إنجليش. معلمة إنجليش ما شاء الله. والمدرسة اللي تدعي لها دائما وتحبينها من هي؟ عايشة السحيباني. عايشة السحيباني. مبروك يا عايشة بنيتس تدعي لك. والله يوفقنا وياه. إن ما قلنا أنت وش من المدرسة اللي دائما تذكرينها بالخير؟ غزية الشبانة. من هي؟ غزية الشبانة. ونعم. وأنت قلت هي مدرستك؟ أخذ الميكروفون. خلى المدرسين والمدرسين ينبسطون. مدرستي هدى أبو حامد. هدى أبو حامد ما شاء الله ونعم. نشوف ريما. ريما أحسن هدية جتك وش هي؟ إنه يعني هدية أتمنىها أنها تجيني. إيه؟ إن الناس يعني يتمنون لي السعادة كذا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هذه هدية معنوية ما شاء الله. الله. طيب وش ودك تكونين في المستقبل؟ إن شاء الله دكتورة ماجستير. دكتورة ماجستير؟ إيه؟ هذا الشغل. هذا الشغل بس. الله يوفقك إن شاء الله. طيب مدرسة تدعي لها دائما في ظهر الغيب وتقولين الله يذكرها بالخير من هي؟ هدى أبو حامد. ذي ما شاء الله الله يوفقها وهنيالك. طيب نشوف فيصل. فيصل وش أحسن هدية جتك وش هي؟ جهاز. جهاز. أيوة. طيب وش ودك تكون في المستقبل يا أبوي؟ دكتور. دكتور ما شاء الله. أي دكتور أي تخصص؟ أطفال. أطفال. يا سلام يا سلام. مدرس دائما تذكره بالخير وتحبه وكل مدرسين نذكرهم بالخير. من هو أحسن واحد يعني دائما مؤثر فيك؟ شو اسمه؟ ما أعرف اسمه. ما تذكر اسمه زين ها؟ أي. يا سلام. ادعي له قال الله يوفق مدرسيني كلهم أجل وأنا واحد منهم. وش اسمي أنا؟ عبد المجيد اليمني. عبد المجيد. احفظ اسمي زين الله يعافيك. جزاك الله خير. الشيخ عبد الله. طيب أحسن هدية جتك وش هي؟ يعني الأشياء الخطرة اللي جتني. وش هي؟ يعني مثلا سيارتي السريعة. حلو. دبابي. يا سلام ما شاء الله عيار ثقيل. اي ما شاء الله الله يعين ابوك. طيب امنيتك المستقبل ايش تكون يا عبد الله؟ انا دكتور. ما شاء الله ما شاء الله. اي تخصص يا ابو عابد؟ صيدليه زي بابا. يا سلام يا سلام يا سلام. طيب مدرس دائما تذكره بالخير تدعي له؟ كل مدرساتي كلهم؟ إيه؟ يا سلام. حيوا حيوا عبد الله ما شاء الله ما شاء الله. نبي نقلب السؤال لكم وانا واحد منكم. وانت صغير يا دكتور ايش كنت تتمنى تصير؟ في فترات مختلفة يعني فترة مثلا كان ودي اكون طيار، فترة عجيب. كانت ودي اكون لاعب كورة، فترة بعدين حسمت الامور يعني. طبيب ما شاء الله. نقول هدية يعني. جتك وتذكرها الى الان ومؤثرة فيك سواء من صغرك الى كبرك. والله في موقف ظريف. انا صار لنا حادث سياره سلامة. وصار زمان كنت في ثانيه ابتدائي. نعم. وصار عندي كسر في الفخذ وفي ذيك الايام كانوا يجبرون في البيوت وكنا قاعدين. نعم. في البيت ولا تتحرك ولا تروح ولا تجي. فبحكم اني كنت في السرير كانت تجيني هدايا وحلاوه وما ادري. نعم. ويش واشياء زي كذا بس ما اقدر اخبيها في مكان لان جنبي يجون ياكلونها الباقي. ما اقدر اتحرك. نعم. فالهديه اللي جتني جاني ضب. وكان الضب كبير شوي فربطت جنبي في السرير فصار ما عاد احد يقرب اشيائي. صارت كل اشيائي احتفظ بها لي ما حد يقربها ولا اللي جاب الضب كثر الله خيره. الى الان انسان كبير في السن اشوفه واحترمه يعني. نعم. ما شاء الله ما شاء الله. عبد الله عندك ضب؟
كان عندي بس هرب. إيه نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ عبد الله هدية جتك والله عزيز على قلبك. أغلى هدية جاتني اللي هو من الوالد سيارة وأنا في مرحلة ثانوية ما شاء الله. عاد ذاك الوقت كان ما في أحد قليل اللي يعطي ولده سيارة جديدة. فالوالد جزاه الله خير كان شغال طبعا في شركة أرامكو الزيت. نعم. فالله يعطيه العافية جزاه الله خير وفلي سيارة وقال لي انتبه له الطرق وها وعاد الحين سواقت الناس وقت شيبان. الله يوفقك يا ويلي. خلنا نقول امنيتك وانت صغير وش كانت؟ والله اني اصير شرطي. شرطي؟ نعم. زين وصرت مدرس. اي صرت مدرس. الله يوفقنا وياك. سعدت جدا جدا اليوم انا اخواننا وحبايبنا الاستاذ عبد الوهاب السلمي عنده ظرف ولا كتب الله انه يحضر معنا في هالفتره وكذلك عبد الله حبيب لكن استمتعت جدا بشركائي في نجاح الحلقه. ابو طارق هلا يا حبيبي وش تقول في اليوم هالجمعه الصغيرين وهالونس؟ اول شيء استنسنا وتشرفنا بالدكتور وكذلك زميلنا الاستاذ عبد الله ابو ابراهيم وكذلك بناتنا والمدرسه 225 صح ولا لا؟ نعم ما شاء الله. حقيقه تحيه اعجاب وتقدير ولمديره المدرسه وكذلك جميع العاملات او من المعلمات صراحه اللي يعني اكتشافهم للطاقم وللمبدعات ما شاء الله تبارك الرحمن. أنا أقول وأيضا يعني أن الموهبة موجودة في كل المدارس والله الله يا يعني معلمينا ومعلماتنا باكتشاف المواهب وصقلها. يا سلام. إذا أقول في نهاية الحلقة استمتعنا جدا إلى أن نراكم في حلقة قادمة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. حافظكم الله. ما شاء الله. بمحتوى طرحة متعة مع فرحة والنفس منشرحة بالصوت والصورة بمحتوى طرحة متعة مع فرحة والنفس منشرحة بالصوت والصورة.